أهلين. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. كيفكم؟ هلا وعيت والساعة 2:00. امبارح كنا ساردين عند دوب بعوكر وبقينا نفس الساعة 4:30. نمنا على الساعة 4:30. لا بفتكر نمنا كانت الساعة 5:00. هلا الشباب بعدوا نايمين فأنا وعيت مثل العادة وهلا بدي وعيهم. هاي وليه افتكر مات. اخ ولو امبارح راح اصبع ايد اليمين هلا راح اصبع ايد الشمال. بيضلوا يقولوا لي الجي بي وهو انه عضتها قويه وبتغدرك وما بعرف شو. انا بضل غنج ما شو حسيت هلا سامي شي عضتني. يلا سام يلا 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 حبيبي يلا 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 عم العصفور تبعك عضنا ايه فبدي اوصف. قوموا ليه؟ سامي اذا ما فيكم مذكر ستافي ستافي عم تحكيك برو. برو صار الساعة 3:00 سيارات؟ بس لا اجري لا بس اه ما في يروح المترو قرب لي روح على الجامعة عم روح على المترو ماشي بس 6 دقايق ماشي على المترو 7 دقايق على الشارع. بيت اللي عم بشوف انه ياسر اليوم لا هيدا هو هيدا قلت لك حاجه كل ايه شوف مهضوم كثير صراحه كثير حلو كثير حبيت انه هوليوود فلور هون اوتين اوتين تو بيج بيد ومطبخ وحمام وكمان ايه كمان والله خي الجوكر جوكر جوكر هاي هاي باي خليل يلا حبيبي يلا يلا زكا شو احساسك تبين الشباب وما بقى حنشوفهم شو بتقلهم اه ايه انت شو احساسك ايه لك عيرة انا الوحيد باقي كلهم فلين سام وجي بي بعد شي 5 ايام فلين خلاص عطول وزكا بعد شي 3 ايام من بعدنا باقي 10 انا بعد 15 يوم والله بتحديك باي المين اسمه اول براند اول براند هلا اذا بتنزلها على يوتيوب هلا نازلين على اول براندز جيب اخبار وبطير هلا هلا شوبوا لواقع علي يا علي هديك وعدك شبيك هاي بتونستن كومباكت زرقاء وقنينة مي صغيرة مسقعة هو ايس كافي عمال معروف حبيبنا شوفشين عمال معروف حبيبنا شوفشين ليك صراحة فشتكم لا انت مش شوف مش حبيبنا قدر تريد
56 والله غصب عيونك. ها شباب حتكون اخر رايد مع الشباب بفلوج جدرو من مدها معها الا اذا عندكم ليك برو حروح لعندهم انا كل فترة حزورهم بكندا وحزور زكا بفرنسا اكيد ما حكون اخر رايد جاي ادخ بالعنفور اخيو انا عم بلكم ايه شباب ما بتعرفوا سام راح موتر سيارة الحلوة برو كل ما صور فلوج سيارتكم بصير لها شيء في عيونكم شباب برو صورت سيارة جيمي فلوج تاني نهار صار فيها حلوة في فلوج ما في لا نقطة شباب انا عم بقلكم نكست تايم حيجي سامع لبنان حيكون قاصي شعره ضعيف شردد لازم احلو شو كيف سبب حلق؟ ليك صراحة احلو يخبرني جمال بس خاس انت بتلبق لك هيك اكتر انت ما تحلو انت رتب ايه ليك انا لو داني مثل لو داني مثل رفايل ما كنت شي لا عنو سام سيرجي برو شوف كيف عمل دقن هاشم وحياة الله ارتب دقن شايفك حياتك كيف لك العجقة مان ها عجقة لبنان شباب One eternity later وصلنا أول برانز لنشوف شو الوضع شو هو؟ هلي شفته ها قدي سارة؟ هيدا كتير قوية ايه ليه؟ مثل هيدا كيف هيدا تشيله؟ هيدا 150 نيكو جي بي وتراز نجا ما يفوتوا من اول ما فتنا ما عرفنا كيف نرجع نهرب صراحة 47 تراز ايه رجعت بس بعد 44.5 تلا قدم 47 بيه مش فهمين عشو عم بيحكي وليك معاملتهم كتير عاطلة ايه كتير ايكوتستيك ايه شو بدكم اول ما فتت فتنا عم نسوق انه لفلوجينج اللي اول شي كانت البنت شافت قالت لي شو عم بتصور قلت لها عادي فلوج قلت لي بس بطلعني نزلت عيطت للشبين اجوا الشبين بس سوري لها شو كنت عم تصور انه فلوج يوتيوب عادي شو يعني فلوج وما بعرف شو هيداك بيعرف شو يعني فلوج بس ايه ما عم بخبره اجوا قال سوري بس هو الشركات ما فيك تصور شو بك خير رواق عم صور حالي كثير عطلين كثير كثير شينا اوتلت ما تصور في اوتلت هون شوف اذا عنده بوتات بونجور البوتات هون ايه ايه لك شو عنده اخبار؟ شو؟ ليش؟ اوه ليك شو عندك هون للشغل بتشيل سبيدو ايه سامع سبيدو عم لقى تي شيرت حيجيبها رمي اللي شي فيك شي ليك بتحداك جيبه قديها اه عنات عنات حاس حالي مزلط وعنات ميك تدين شو حنجيبها اوتو قوي بس هيك ها بتحب هيك اول مرة رخى شوي كيف تجي ما عم بفهم لا هنيني في مثل بدلة قميزات كثير قوية بس هاشم بشيلك شي اوف وقبتها حلوة ها قبتها مزبطة مالا شو رأيكم؟ أنا نسيت من الثياب بدي شوفوا الأخبار هيك قصص كثير تشيل ليك كثير قوي هالأوتلت كثير بحب أتفرج على الأخبار وما أحلي هيك هاوس ابلاينسز كذا هيك شيل اخذ هيك شيل ما بعرف ليه ما هاوس بس انا بشيل هلا برو جينا كباب باشا ناكل Nada más, no, no, no.
بطرس عم تحضر بطرس انت حبي في هاي كاتشي لعيوني شباب اذا بتفهموا بالتريدينج فوتوا على تريدينج لاب التليجرام لينك بالديسكريبشن لتاكلوا هيك شي كيف معنوياتك ولا جمهور الاجمع انه فيني شباب نحن حنشتغلكم كثير يا والله رجعيكم سايفه الجاي عن جد اي والله حتى قدر اكيد عم يدلنا عن كل شيء دلين على الكندولة الكندولة بدنا نروح على الكندولة So let's set the